مساء الخير واهلا بيكم في حلقه جديده من ترندز. النهارده هيكون معانا فقرات كتير مختلفه ومتنوعه وفيها كل الاخبار الجديده. ودلوقتي هنبدا حلقتنا بفقره ترندز اوف ذا ويك. اول ترند معانا هو عن تفاصيل فيلم هند صبري وماجد الكدواني الجديد. تاني ترند هيكون عن اغنيه دنيا سمير غانم الجديده. من الترندز العالميه هنتكلم عن مسلسل ذا كراون. أول ترند معانا النهاردة زي ما قلت لكم هو خاص بفيلم فضل ونعمة بطولة الفنانة هند صبري والنجم ماجد الكدواني، واللي اتصدر الترند من ساعة ما نشرت هند صبري بوستر الفيلم على صفحتها على الانستجرام. الفيلم واخد الطابع الكوميدي، وبمجرد ما هند صبري نزلت البوستر الدعائي الأول للفيلم اتفاعل معاه ناس كتيرة جدا على السوشيال ميديا وبدأوا يسألوا عن التفاصيل وموعد نزول الفيلم في السينماز. وكمان عدد كبير من الفنانين كتبوا عن الفيلم في الكومنتس بيهنوا فيها هند على الفيلم. فيلم فضل ونعمة من تأليف أيمن وطار وإخراج رامي إمام، واللي بيرجع للإخراج للأفلام مرة تانية بعد غياب حوالي 14 سنة عن السينما. والفيلم زي ما قلت بتدور أحداثه في إطار كوميدي حول صاحب مطعم بيحمل اسم فضل ونعمة، بيمر بالعديد من المواقف الكوميدية والمفارقات خلال إدارته للمطعم. وهيظهر في الفيلم عدد كبير من ضيوف الشرف ومنهم محمد ممدوح تايسون. أما تاني ترند معانا النهاردة فهو خاص بأغنية نحنوح، واللي نزلتها دنيا سمير غانم من أيام وحققت نجاح كبير جدا على السوشيال ميديا وخصوصا على التيك توك. الأغنية بمجرد نزولها بقى يستخدمها كتير من الشباب في الفيديوز الخاصة بيهم، والأغنية هي تأكيد على النشاط الفني اللي بتعيشه دنيا سمير غانم في الفترة الأخيرة بعد النجاح الكبير اللي قدرت إنها تحققه في فيلمها تسليم أهالي في السينمات، وقدر إنه يكسر 25 مليون جنيه إيرادات، ومن وقت طرحه صدر ليها أكتر من أغنية منهم أغنية وطنية لمصر. أغنية دنيا الجديدة اللي اسمها نحنوح بتتكلم عن مشاكل البنات في الارتباط، وواضح كده ان الاغنيه عجبت بنات كتير عندهم مشاكل في الارتباط، لدرجه انه حاليا بقى فيه الاف الفيديوز على التيك توك لبنات مستخدمين الاغنيه في الفيديوز بتاعتهم. الاغنيه من كلمات عليم والحان عزيز الشفا.